السلام عليكم، كيف حالك؟ هل أنت بخير اليوم؟ عرفني عن نفسك، ما هو مجال عملك؟ وما هو شغفك؟ أنا مشعل، مطور ويب ومصمم جرافيكي. شغفي تعلم كل ما هو جديد في عالم التقنية والبرمجة. Hello, how are you? Are you okay today? Tell me about yourself. What is your field of work? I'm Meshul, web developer and graphic designer. My passion: learn everything new in the world of technology and programming. أكيد حاب تعرف تسوي نفس هذا الفيديو ونفس هذا الطريقة لمقاطع صوت أو صور خاصة بك، وتضيف عليها فويس اوفر بطريقة احترافية، ولأي صورة تمنتج عليها وتطبق عليها أي فويس اوفر بلغة إنجليزية أو بأي لهجة عربية أنت حابها، سواء باللهجة المصرية أو باللهجة الخليجية أو باللهجة الشامية. تابع مع الفيديو، خلينا نتعلم كيف نسوي صورنا بهذه الطريقة اللي شفناها بالبداية، وكيف نطلع فويس اوفر بجودة عالية ونطبقه على أي صورة بواسطة الذكاء الاصطناعي من خلال موقع مجاني يقدم لك هذه الخدمة مع تصدير الفيديو بجودة عالية فول اتش دي. تابع معي حتى النهاية ويلا بينا نبدأ. طبعا أول خطوة قم بها هي عملية التسجيل كما تعودنا في السابق، كيفية التسجيل في المواقع، لأنه شرحنا مواقع كثيرة في القناة. روح الآن للموقع اللي هو راح نشتغل عليه اليوم، هو استوديو دي اي دي، اللي يعطيك تحكم كامل في الصورة وتطبيق عليه أي فويس اوفر بطريقة احترافية، سواء للغة العربية أو اللغة الإنجليزية، سواء صوت رجالي أو صوت نسائي، صوت ذكوري أو صوت أنثوي. ندخل للموقع، راح نسجل في الموقع. طبعا أنا مسجل مسبق في الإيميل، يعني عشان إيش أجرب الموقع، راح أسجل خروج عشان نبدأ خطوة بخطوة. طريقة التسجيل بسيطة جدا، تطلب منه تسجيل دخول، لما تدخل للموقع راح يطلع لك بالواجهة هذه، تطلب منه تسجيل دخول عشان يعطيك الاستخدام المجاني للموقع. نعطيه تسجيل الدخول في الموقع كما تعودنا في الأيام السابقة، تسجل في إيميلك عن طريق جوجل، أفضل شيء أسرع شيء إذا كنت أنت ما تذكر إيميلك أو ما تذكر كلمة المرور حق حسابك. أنا دخلت بشكل مباشر لأنه هو حافظ إيميلي بشكل مباشر. طبعا أنا قمت بتجربة عليه، الآن راح نبدأ ننشئ هذه الواجهة الرئيسية للموقع. هذه المكتبة اللي أنت أنشأت الفيديوهات اللي خاصة فيك اللي أنشأتها، راح تحفظ بشكل يعني بشكل مباشر على السيرفر الخاص بك على إيميلك، يعني مجرد تدخل بإيميلك راح تكون موجودة كل الفيديوهات اللي اشتغلت عليها. روح على إنشاء فيديو. بعد ما تروح على قائمة إنشاء فيديو، هنا الصور وهنا المودلز. إذا ما كان عندك مودلز خاص بك أو صورة خاصة بك تريد ترفعها من حاسوبك، تستخدم هذه المودلز الموجودة تطبق عليها أي صوت. تمام، من هنا ترفع الصورة، يعني من هنا خيارات رفع الصورة، وطبعا حط لك شروط الصورة عشان تكون مقبولة. أول شيء تكون من واجهة أمامية، ثاني شيء تكون تعابير الوجه واضحة، ثالث شيء تكون حجم الصورة أقل شيء 200 ميجا بكسل في 200 ميجا بكسل، إضاءة جيدة يعني إضاءة الصورة وجودتها عالية، الحجم ما يصل إلى 10 ميجا بايت، ما تكون يعني الصورة ما في شيء يسد الوجه عشان إيش الذكاء الاصطناعي يقرأ الوجه بشكل جيد ويبدأ يحرك الصورة ويحرك الرأس والعيون بشكل جيد، بشكل يعني لازم تكون الصورة جودتها عالية. طبعا صورتي أنا صورتها بكاميرا وصورتها على وضبطتها على الفوتوشوب عشان ضبطت جودتها شوي. راح الآن أبدأ أكتب، الآن نبدأ باللغة العربية كونه هو الهدف الأساسي، إنه شو أجرب هالموقع هل يعطينا جودة كما رأينا بداية الفيديو، جودة كويسة للصوت ويعني واقعية أكثر للغة العربية، وكيف نضبط اللغة العربية ونشكل الكلمات ونحاول قدر الإمكان إنه يعطينا يعني كلام جيد وكلام كأنه واقعي أكثر. راح أكتب له نص الآن، هنا مربع النص، طبعا هنا الخيارات، هنا تقدر ترفع عند صوت خاص فيك تطبقه على الصورة، يعني تقدر ترفع أي صوت خاص بك تطبقه على الصورة، يعني أي صوت شخص لك تجيب صورة من النت تطبق عليه. عفوا، هنا الخيار النصي، طبعا هنا هذا الخيار النص، هنا خيارات النص، تكتب النص هنا، هنا تختار تستمع للنوع نوع الصوت أو شعور أو نوع الصوت اللي هو غاضب، تغير الصوت من هنا. هنا تختار اللغة، أي لهجة الصوت، تريد اللغة الإنجليزية، تريد اللغة العربية، تريد أي لغة في العالم موجودة، حتى اللهجات الموجودة في اللهجة الشامية، اللهجة
الأردنية، الفلسطينية، المصرية، كله موجود في اللهجة الخليجية، الإمارات، المملكة العربية السعودية، البحرين، كله موجود، قطر، كله موجود في الموقع. طبعا الآن نبدأ نجرب بشكل عملي، نشتغل بشكل عملي أفضل شيء. وهنا ترفع صوت، يعني صوت خاص فيك تطبقه على الصورة، مثلا عندك أي صورة حابة تطبق عليها أي صوت، يعني تضبط معك 100%. أتوقع أنه شفتوها في التيك توك كيف كانوا يضبطون الصورة على شكل، يعني على شكل فكاهات، ويطبقون عليها الصوت، يعني يجيبون صورة شخص ما يطبقون عليها الصوت يعني بلهجة معينة، فتكون فكاهية شوي، واقعية جدا صراحة، التحريك وكل شيء واقعي. خلينا نبدأ باللغة العربية. السلام عليكم. طبعا كتبت الآن: السلام عليكم، كيف حالك؟ أو نقدر نقول السلام عليكم، عرفني عن حالك. السلام عليكم، كيف حالك؟ هل أنت بخير؟ هل أنت بخير اليوم؟ عرفني عن نفسك، ماذا، ما هو مجالك؟ ما هو مجال عملك؟ ما هو مجال عملك؟ وما هو شغفك؟ أعطيته النص هذا مثلا، لا على التعيين، هذا النص الموجود حاليا عندي. نحط هنا: السلام عليكم، كيف حالك؟ نقدر نحط هنا نقطة عشان يعطينا فاصل ويسكت شوية، يعني يكون في سكوت بسيط. هل أنت بخير اليوم؟ نعطي بعد هنا نقطة عشان يسكت شوية. عرفني عن نفسك، ما هو مجال عملك؟ نحط له نقطة هنا، وبعدها خلاص هنا: وما هو شغفك؟ راح نستمع الآن للصوت عشان نشوف الصوت، هل الكلام يعني جيد. نختار طبعا اللغة العربية، نختار مثلا المملكة العربية السعودية، ونشوف، نسمع، نستمتع بالتجربة. المملكة العربية السعودية، وراح نسمع، نعطيه طبعا هو في اللغة العربية معطيك بس شخصية واحدة للصوت الذكوري وشخصية واحدة بصوت أنثوي. نجرب حامد، أو اللغة العربية حامد، نستمع صوت حامد. السلام عليكم، كيف حالك؟ هل أنت بخير اليوم؟ عرفني عن نفسك، ما هو إنجاز عملك؟ وما هو شغفك؟ هنا في خطأ، أمجال عملك، نحذف الألف ونروح نأخذ النص هذا، نحاول نشكله. أترك لكم طبعا رابط الموقع، في رابط الموقع اللي نشتغل عليه، ورابط موقع التشكيل، كل الأدوات اللي راح نستخدمها أتركها لكم في الوصف عشان تدخلوا عليها بسرعة. ندخل نشكل النص عشان يعطينا قدر الإمكان أكثر يعني دقة في الكلام وأكثر التزام في الكلام. السلام عليكم، كيف حالك؟ هل أنت بخير اليوم؟ عرفني عن نفسك، ما هو مجاله وليس مجالي عملك، مجاله بالضم. حاول قدر الإمكان تصحح، حتى تصحح إذا كان عندك خلفية في التشكيل. ما هو مجاله بالضم، بالضم، ما بالضم، ليش ما يستجيب؟ أيوه تمام. وهو مجال عملك، وما هو شغفك؟ هذا سؤال أوجهه للشخصية الثانية عشان إذا عايز أطبق فيديو يعني. طبعا ناخذ النص كنترول سي، نروح على الموقع كنترول في، نستمع الآن نشوف أعطانا أكثر دقة. السلام عليكم، كيف حالك؟ هل أنت بخير اليوم؟ عرفني عن نفسك، ما هو مجال عملك؟ هل أنت وليس هل أنت. نعم
نستمع من جديد. السلام عليكم، كيف حالك؟ هل أنت بخير اليوم؟ عرفني عن نفسك، ما هو مجال عملك؟ أعطيش. وما هو جرب. السلام عليكم، كيف حالك؟ هل أنت بخير اليوم؟ عرفني عن نفسك، ما هو مجال عملك؟ وما هو شغفك؟ هو بالفتحة بالفتحة، نحاول نشوف ان هو يمشي التشكيل. السلام عليكم، كيف حالك؟ هل أنت بخير اليوم؟ عرفني عن نفسك، ما هو مجال عملك؟ وما هو شغفك؟ شايف شلون أعطاني الآن صوت يعني مميز صراحة، الصوت جميل جدا، والصوت يعني بالتشكيل راح يعطيك يعني جودة وتناسق أكثر في الكلمات، كل ما شكلت صحيح وكل ما شفت الخطأ وين راح يعطيك بشكل صحيح. نسمع الصوت اللي نسويه، مش نجرب الصوت اللي نسويه. السلام عليكم، كيف حالك؟ هل أنت بخير اليوم؟ عرفني عن نفسك، ما هو مجال عملك؟ وما هو شغفك؟ يعني صوت الأنثوي جميل بعد. نروح نطبق الآن الفيديو مباشر، يعني الآن نطبق على الفيديو هذا نشوف النتيجة، نعطيه أمر توليد الفيديو وننتظره. طبعا الاعتمادات هذه الصيغة وهذه كل حاجة، نعطيه توليد الفيديو. والله متحمس أنا بشوف الفيديو كيف راح يكون، يعني طبعا تنتظر شوية يعني راح يكون الصوت يعني صراحة مضحك نوعا ما، لكن شيء يعني يعطيك متعة شوية. جرب الذكاء الاصطناعي وقدراته، شغل الفيديو نسمع الصوت. السلام عليكم، كيف حالك؟ هل أنت بخير اليوم؟ عرفني عن نفسك، ما هو مجال عملك؟ وما هو شغفك؟ هذا بصوت أنت طبعا. خلينا نجيب صوت الذكور، نرجع للأمر توليد الفيديو، نعطي خيار من جديد. طبعا الصورة موجودة بس لكن النص ظهر فقدناه، نجيبه من هنا من جديد. بس معدل عدد التنوين، كيف حالك؟ هل أنت بخير اليوم؟ الشدة، ما قلنا الشدة، ما هو مجال عن نفسك؟ السلام عليكم، كيف حالك؟ كيف حالك؟ ما هو مجال عملك؟ ما هو انه اتفقنا انه تكون الضمة فوقها فتحة عشان يجيبها بشكل جيد. وما هو شغفك؟ نعطيه بعد هنا الكاف فتحة عشان يجيبها بشكل أفضل، يعني ينطقها أفضل. ننسخ النص من جديد لأنه راح نختار صوت ذكوري، نعطي الأمر، نرجع من جديد. في مشكلة هنا طبعا، نختار اللغة العربية، نختار المملكة العربية السعودية، وهذه حامد ده صوت ذكوري. نسمع الآن، نجرب تجربة بسيطة. السلام عليكم، كيف حالك؟ هل أنت بخير اليوم؟ أوه، هل أنت؟ عرفني عن نفسك، ما هو مجال عملك؟ هل أنت بالفتح؟ طبعا فتحة طبعا من لوحة المفاتيح. نحاول نعدل الأحرف خاصة نهايات الكلمات، نهاية الكلمات يعتمد عليها. السلام عليكم، كيف حالك؟ هل أنت بخير اليوم؟ عرفني عن نفسك، ما هو مجال عملك؟ وما هو شغفك؟ ممتاز، نعطي توليد الآن، وبعدها نعطي أمر عشان أجيب وأبدأ يعني أجاوب على أسئلته الشخصية الثانية، عشان إذا عايز تطبق يعني أكثر من شخصية وتشتغل فيها كمحتوى راح تضبط معك يعني بشكل يعني جميل جدا صراحة. إذا كان عندك محتوى على التيك توك وعايز تضبط شيء فكاهي راح يضبط معك يعني وتجذب الجمهور أكثر، يعني لأنه شيء جديد صراحة عليهم، خاصة اللغة الإنجليزية يعني ممتازة جدا. السلام عليكم، كيف حالك؟ هل أنت بخير اليوم؟ عرفني عن نفسك، ما هو مجال عملك؟ وما هو شغفك؟ تمام، الآن راح أعرفه عن نفسي. الآن أجيب شخصية ثانية ونشتغل يعني عشان نتعلم كيف نرفع صورة. أرفع صورة الآن، أروح أعطيه صورة من هنا،
إذا كان تحب أنت تختار من المودلز الموجود، تقدر يعني تختار من المودلز الموجود. إذا كان عندك صورة مثل ما اتفقنا شروط الصورة، نعطيه شروط الصورة. أنا رفعت صورة جديدة عشان الآن أجاوبه على نفسي، يعني هو طلب مني أني أعرفه على نفسي وأعطيه مجال عملي وأعطيه شغفي. أكلمه الآن، أنا مشعل، تخصصي طبعا مطور ويب، مصمم، مطور ويب، مصمم جرافيك. الآن جاوبت عن نفسي، جاوبت عن نفسي عشان إيش؟ نعطيه شوي يعني، نعطي الجو يعني أكثر ديناميكية. خلينا نعطيه مثلا أنا مشعل، هنا نعطيه نقطة عشان يوقف شوية، مطور ويب ومصمم جرافيكي، نعطيه نقطة عشان يكون يقف في المكان هذا، يكون يعني يأخذ وقوف شوي بسيط. شغفي تعلم كل ما هو جديد في عالم، مثلا في عالم وورلد، التقنية والبرمجة. هنا أعطاني مشكلة، طبعا هو نطق كذا عدة كلمات تجريبية يعني للموقع. خلاص أنا هنا كويس، خلاص نشوف الآن نتيجة. نضيف لغة عربية عشان يجاوبوا، وقبل كمان نروح اللغة العربية راح نسمع طبعا اللغة العربية، راح نشوف إنه في مشكلة، لأنه لازم تحتاج تشكل النص عشان هو يمشي على نهاية الكلمات، يعني عشان تكون متناسقة بالتشكيل. نحن لغتنا عربية يعني بالتشكيل نهاية الكلمات. أنا مشعل مطور ويب ومصمم جرافيكي. شغفي تعلم كل ما هو جديد في عالم التقنية والبرمجة. شايف شلون؟ بس يعني نحاول نشكل شوي، نشكل شوي عشان يعطينا ايش جمالية اكثر. نروح على الموقع اللي اترك لكم وصفه في الفيديو. تشكيل، انا مشعل مطور وليس مطورة، مطور يعني فاعل، مطور ويب ومصمم وليس مصممون، ومصمم ويب ومصمم جرافيكي. شغفي تعلم كل ما هو جديد، شغفي تعلم كل ما هو، حتى الموقع هذا يحتاج شغلي، ما هو بالفتحة، ما هو جديد في عالم التقنية، مو عالم التقنية. ما يعطينا التغيير. طيب في عالم، نغيرها من لوحة المفاتيح، في عالم التقنية والبرمجة. خلاص ننسخ النص ببساطة، يعني ناخذ الآن على المربع نجرب التجربة الثانية. طبعا هنا نحاول مثل ما اتفقنا انه نغير الضم، في عالم معالم عالم، نعطيه ضمة.
أيوة الآن في عالم التقنية والبرمجة. نشغل نسمع الآن بعد التشكيل. أنا مشعل كمطور ويب ومصمم جرافيكي. شغفي تعلم كل ما هو جديد في عالم التقنية والبرمجة. في خطأ صراحة، نروح نجيب بدون تشكيل. حاول نشكل بس يعني بعض الأحيان حتى لو تعطيه تشكيل يعني ما يكون دقيق مرة، يعني تعطيه تشكيل كثير ما يفهم الكلمات بشكل جيد. حاول نشكل بس آخر الكلمات قدر الإمكان أو عند التشديد. أنا مشعل كمطور ويب ومصمم جرافيكي. شغفي تعلم كل ما هو جديد في عالم التقنية والبرمجة. طبعا الآن شفنا أنه نحتاج بعض الكلمات شوي تدقيق، اللي هي آخر الكلمة آخر الأحرف ندقق عليها شوي، إذا في تشكيل أو كذا نحاول. أنا مشعل كمطور ويب ومصمم جرافيكي. مشعل شغفي أعطيته ضمة هنا، مشعل أنا مشعل أو بدون ضم، أنا مشعل مطور ويب ومصمم جرافيكي، شغفي تعلم كل ما هو كل بالفتحة كل ما هو بالفتحة جديد في عالم التقنية والبرمجة. نسمع لها. أنا مشعل كمطور ويب ومصمم جرافيكي. شغفي تعلم كل ما هو جديد في عالم التقنية والبرمجة. ممتاز، نعطي أمر التوليد الآن عشان نجاوب على الشخص اللي سألني، الشخص اللي سألتني يعني في البداية. نعطي أمر التوليد وننتظر نشوف كيف راح يشغل أو يدمج الفيديو مع الصوت. انتظروا شوية. تشغيل. أنا مشعل كمطور ويب ومصمم جرافيكي. شغفي تعلم كل ما هو جديد في عالم التقنية والبرمجة. لاحظ كيف الدمج كان ممتاز صراحة. أنا مشعل كمطور ويب ومصمم جرافيكي. شغفي تعلم كل ما هو جديد في عالم التقنية والبرمجة. لاحظ جميل. نروح الآن نجرب اللغة الإنجليزية. خلصنا الآن من اللغة العربية وشفت الصوت الذكوري والأنثى وشفنا كيف نضبط اللغة العربية. الآن الصوت الإنجليزي ما في ولا غلطة، يعني الإنجليزي صراحة جميل جدا. وأخذت الكلام هذا وجهته لنفسي، كيف حالك، ورحت الترجمة وأخذته ترجمت الكلمة أو الجملة اللغة الإنجليزية، وجيت أخذت شخصية، أخذت الشخصية الأولى هذا الشخصية هاي. مثلا نمسح الكلمة عشان طيب نمسح مثلا بعدها. نسمع لها باللغة الإنجليزية ولا غلطة باللغة الإنجليزية، لأنه هو أصلا أساسه إنجليزي. Hello, how are you? Are you okay today? Tell me about yourself. What is your field of work? أعطاني إياها باللغة الإنجليزية ولا غلط. ناخذ مثلا صوت ذكوري الرجل، هذا أفضل صوت. تقدر تعطيه نمط حزين. اللغة العربية غير متوفرة الآن ما أطلع، لأنه الآن يجي تحديث الموقع، ولو تشترك في الاشتراك المدفوع البريمير يعطيك يعني كامل المواصفات أو كامل الميزات. مثلا نعطيه متحمس. نسمع الصوت الذكوري. Hello, how are you? Are you okay today? Tell me about yourself. What is your field of work? والله جميل، يعني لو تطبق الفيديو بعد يعطيك جمالية أكثر. مثلا نشوف صوت ثاني. Hello, how are you? Are you okay today? Tell me about yourself. What is your field of work? الصوت هذا يعني الخمس صوتية هي أنعم وأدفأ. الصوت الأول يعني فيه لمعان زائد. لو ناخذ مثلا جايسون نعطيه لستن استماع. Hello, how are you? Are you okay today? Tell me about yourself. What is your field of work?
أنا عجبني صراحة الأول اللي هو الأول صوته تحسه أكثر يعني حيوية. نعطيه أمر التوليد، ننتظر كيف راح يكون باللغة الإنجليزية. أتوقع راح يكون أجمل يعني، ولا في غلطة يعني باللغة الإنجليزية ولا غلطة يعني. اللغة العربية هو فيه أغلاط، تحتاج إنك تشكل على نهاية الجمل أو نهاية الكلمات عشان يعطيك تناسق أكثر في الجملة عندما يتحدث البوت. شوف اللغة الإنجليزية الآن. Hello, how are you? Are you okay today? Tell me about yourself. What is your field of work? يا سلام. جميل والله، جميل جميل جميل. طيب الآن أجاوبه. أمر التوليد، تعودنا نجاوب الشخصية الزرقاء، نجيب الجواب أنا مشعل باللغة الإنجليزية، راح نترجمه للغة الإنجليزية بالطريقة هاي. I am مشعل، I weave graphic. نعطيه نحاول نجاوبه بصوت مختلف عشان تكون شخصية مختلفة. ناخذ مثلا دفس، نسمع الدفس. I'm Mishal, web developer and graphic designer. نعطيه مبتهج عشان هو يسألني عن نفسي. I'm Mishal, web developer and graphic designer. My passion. صوته ما عجبني. Learn everything new in the world of technology and programming. ناخذ كريستيانو. نستمع. I'm Mishal, web developer and graphic designer. My passion. Learn everything new in the world of technology and programming. ممتاز، الصوت هذا عجبني، ممتاز جدا. نعطيه توليد. الصوت هذا تحسه أدفى وأكثر يعني حيوية للكلام التكنولوجي وكذا. نجرب الآن نشوف النتيجة كيف راح تكون. أكيد راح تكون مبهرة. شوف الآن، ننتظر. I'm Meshul, web developer and graphic designer. My passion. Learn everything new. In the world of technology and programming. ممتاز. هذا بشكل عام يعني للفيديو. جميل. الآن لو راح أرفع صوت أنا خاص فيه، لو أجيب صوت، خلنا نحاول نجيب صوت ونرفعه ونجربه على شخصية، يعني صوتي أنا مثلا وأجربه على شخصية معينة مثلا. أنا مثلا عندي فويس أوفر، أتوقع عندي فويس اوفر، بشوف وين عندي فويس اوفر بالتليجرام، اجيبه من التليجرام واضبطه هنا. ارفع صوت، نجيب الصوت من سطح المكتب ونشوف. طبعا راح اختار شخصية مختلفة، مثلا يعني عندي صوتي الشخصي عايز اطبقه على شخصية غير شخصيتي. انا رفع الصوت. هبت من طابور الطباعة والحر والزحمة. مثلا اجيب الشخصية هذا، الشخصية هذا نختار ونشوف كيف راح يكون. هذا لون الخلفية تقدر تختاره حسب ما تريد، يعني تقدر تستخدمه ككروما عندك. أعطيه أمر التوليد الآن. هذا الشخص مثلا عجبني، يعني تقدر تختار واسع، مربع، حجم الفيديو، يعني كمبيوتر، جوال، يعني مميزة جميلة صراحة. هنا تقدر تعطي أمر التوليد، نشوف راح كيف راح يولد الصوت مع صوتي الشخصي مع شخصية مختلفة يعني غير شخصيتي. ننتظر نشوف هل فعلا يعطيني يعني تجربة جميلة ولا لا. طبعا مثل ما تعودنا باللغة الإنجليزية يعطيك تجربة أفضل، لكن باللغة العربية شوي يعني تحتاج انه تدقق فيه اكثر، لانه خاصة اللغة العربية فيها صعوبة كبيرة واكثر يعني دقة من كل اللغات، هي تعتبر ام اللغة. ننتظر لحتى ما يتم توليد الفيديو. انا متحمس صراحة اني يعني اشوف صوتي على شخصية مختلفة. يعني هذا انت تقدر تطبق اي شخصية واي كلام على أي شخصية بالعالم، تجيب صورة شخص ما يخطر على بالك وتطبق عليه الفيديو، تسوي زي الفكاهة وزي كذا، زي الطريقة هذه، تعطيك نتيجة مبهرة.
مثلا لو قاسم الفيديو تم الانتاج. خلنا نشوف. لا والله متحمس، انا مثلكم متحمس انه كيف راح تكون النتيجة. يلا بسم الله شغل. بسم الله على بركة الله. ذهبت من طابور الطباعة والحر والزحمة، الحل مع دار الشام، إنجاز معاملاتك أونلاين وأنت في منزلك. متخصصون في خدمات طباعة المعاملات والترجمة وسحب وتصوير الأوراق وجميع خدمات الطلاب والمدرسة، طباعة نماذج جميع الوزارات والهيئات، وزارة الداخلية، وزارة التجارة، الهيئة العامة للقوى العاملة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الإدارة العامة للإطفاء، البلدية، كتب ومعارض، تجليد حلزوني، تغليف حراري، سحب واتساب، تصوير اوراق، ترجمة معتمدة، شهادات السفارات، شهادات جامعية، مرضيات، تأسيس واستخراج التراخيص التجارية لجميع الانشطة، تجديد وتعديل التراخيص التجارية. يا سلام والله شيء خرافي خرافي صراحة. ولا غلطة، خرافي ولا غلطة، والله ولا غلطة. يعني تكون عندك هنا طبعا نص تجريبي، والله نص تجريبي يعني. طيب نحفظ الفيديو عشان أرسله للفكاهة بس الأصدقاء. يعني هذا بشكل عام الموقع مثل ما خبرتكم، يعني هذا كل يعني، وهو جاري أصلا تحديث الموقع جاري العمل عليه، وفي المكتوب يعني فيه إنه شغالين عليه أكثر. بالمستقبل راح يتطور، راح تشوفون أشياء غريبة عجيبة صراحة. عالم الذكاء الاصطناعي راح فعلا وظائف تلغى، وظائف تستبدل، وظائف تكون جديدة. جميل صراحة هذا الموقع، تستخدموه وتتدربوا عليه وتجربوه، وتلقون رابط الموقع في الوصف بشكل مجاني. تقدر تستفيدوا منه بأشياء كثيرة، تصنعوا منه الفكاهات، تصنعوا منه أشياء يعني فكاهية، وتصنعوا منه في يساعدكم في صناعة محتوى شيء معين بدون الظهور على اليوتيوب، أو بدون الظهور على تيك توك، أو بدون الظهور على انستغرام، أو في السوشيال ميديا إلى آخره. إذا عجبكم هذا الشرح المبسط واستفدتم من هذه المعلومات، لا تنسوا ولا تبخلوا علينا باشتراك في القناة ليصلكم كل جديد في عالم التقنية، و مشاركة هذا المحتوى مع أصدقائكم المهتمين في هذا المجال. وأراكم على خير في فيديوهات قادمة إن شاء الله. كان معكم مشعل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.